ما كتبت الشعر في أروقة القصور طالبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في كل عام وعند موسم صفر وزيارة الأربعين يتجدد العهد مع سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليهم. في كل موسم من مواسم الزيارة الأربعينية يتسابق أساتذة ومنتسبي وطلبة جامعة الكفيل لتقديم أفضل الخدمات في المواكب التي تنظمها الجامعة، إذ أن للجامعة موكبين، الأول في مدينة الكوفة قرب الصحابي ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه، والثاني على طريق كربلاء نجف مقابل العمود 23، إذ تقدم الجامعة كافة الخدمات الضرورية للزائرين متمثلة في خدمات المفرزة الطبية والتي يشرف عليها أساتذة وطلبة ومتطوعي جامعة الكفيل لتقديم أفضل الخدمات الطبية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والعلاجات الطبية والنصائح والإرشادات الطبية الضرورية للزائرين، فضلاً عن تقديم الإسعافات الأولية وكافة الاحتياجات التي يحتاجها الزائرين الكرام المتوجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة، بالإضافة إلى وجود خدمات تقدم الجامعة الماء والطعام وإيواء الزائرين، وتقدم لهم الجامعة أماكن الراحة والضيافة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفقهية للزائرين، فضلا عن تقديم الأمور اللوجستية الأخرى لمساعدة دوائر محافظة النجف الأشرف لتقديم أفضل الخدمات لنيل شرف الخدمة الحسينية لزوار أبي عبد الله الحسين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يحفظ الزائرين ويديم هذه النعمة علينا وعلى بلدنا العراق، وأن يحفظ أمة الإسلام، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.